السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية وهذه عناوينها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتقدم بتمنياته بالتوفيق للنخبة الرياضية الوطنية المشاركة في الطبعة 17 للألعاب البارالمبية بباريس. أسبوعان من الحملة الانتخابية، استعراض للبرامج في التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، دعوات للمشاركة القوية. وضمن الخطابات الانتخابية تركيز على ثنائية المواطن والتنمية. متابعة للمشاريع الكبرى، تقدم في أشغال مشروع ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي للسكة الحديدية بجالما. وبيولا جلال وتيرة متسارعة لاستكمال إنجاز المنشآت الفنية القاعدية بالطريق الاجتنابي الولائي. ضمن الجهد التنموي نقف عند الوجه التنموي الجديد لجانت بعد ترقيتها ولاية كاملة الصلاحيات. وقرى ومشات بجاية تستفيد من الربط بالغاز الطبيعي. المؤسسات الجزائرية الناشئة تنهل من خبرة كبرى حاضنات الأعمال بكوريا الجنوبية، وتقف على آخر التقنيات والتكنولوجيات المبتكرة. في أخبارنا الدولية نتابع حرب إبادة متواصلة على غزة، تصعيد خطير بالضفة الغربية. ومن مجلس الأمن، الجزائر تحذر من التداعيات الخطيرة للعدوان الصهيوني على منطقة الشرق الأوسط. بداية انطلقت اليوم فعاليات الطبعة 17 للألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة بباريس. وبالمناسبة تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتمنياته بالتوفيق للنخبة الوطنية، حيث كتب على حسابه الخاص: كل التوفيق والنجاح لنخبتنا المشاركة في الألعاب البارالمبية بباريس لتشريف الجزائر والجزائريين، كما عهدناكم دوما، لكم منا كل الدعم، وفقون بحول الله. إذن انطلقت منذ قليل فعاليات الطبعة 17 للألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة رسميا بحفل افتتاح بساحة لاكونكورد بالعاصمة الفرنسية باريس. شارك فيه الوفد الجزائري الذي يضم 26 رياضيا في 4 تخصصات مستعدون لدخول غمار المنافسة. رياضيوننا من ذوي الهمم، وكعادتهم يطمحون لتحقيق ما عودونا عليه في مثل هذا الموعد البارالمبي. في ملف رئاسيتها 7 سبتمبر المقبل، حيث تتواصل الحملة الانتخابية لليوم 14 على التوالي بتنشيط المترشحين وممثليهم لعدة تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لعرض وشرح برامجهم الانتخابية. مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون نشط لقاء مع الأعيان وفواعل المجتمع المدني بولاية تمنراست. أحمد خردي. من تمنراست، وخلال لقائه بالأعيان وفواعل المجتمع المدني، أكد مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون أن سكان الجنوب هم الدرع والحصن المنيع للوطن. كل مرة أراكم أكثر من غيركم هناك من ناحية الدفاع على الوحدة الوطنية وعلى كذلك يعني الصوت نتاع الجزائر، وراكم الحارس الحقيقي لحدودنا. التنقلات تاعكم وثاني كذلك بالنسبة للعلاقات مع من يتواجدون هناك، ربما من التركيبة البشرية يتواجدون من هناك. الحمد لله راكم يعني وكأنكم تحرصون على هذا الجوار لما يكون ما بين بلدين وأخرى في احترام تاع كل يعني المبادئ اللي السياسة الخارجية تاعنا راهي تعمل بها. إبراهيم مراد أكد أن المترشح الحر عبد المجيد تبون وضع برنامجا متنوعا للنهوض بالتنمية في ولاية تمنراست. مادام الأمر يتعلق بمصير القطر، مصير الوطن، ما كانش إعادة النظر أو مشروع جديد
إلا وستساهمون فيه. ما بقاش هذوك اللي يجيو من فوق من المركز قال هكذا قررنا وانتم المحليين تطبقوا خلاص. القرار كل قرار من هكا ينبثق من هنا من القاعدة. راكم تعرفوا ما أحدثه في عهدته الأولى مرشح هنا عبد المجيد تبون، وربما الإخوان البرلمانيين حتى ما يعرفوا هذا. ولاية شاسعة التي قد ممكن يتنبثق منها أكثر من ولاية، الممثلين تاعهم كلهم من بقعة واحدة من بلدية واحدة. التمثيل إذن تاع كل المواطنين ما كانش، هما على بالهم واش رانا نقصد، التمثيل ما كانش. إذن الأساليب هذه هو يحب يمحيها كيما محى الفساد، كيما أبعد المال عن السياسة، كيما أعطى الثقة لكل المواطنين وخاصة الشباب. مراد أكد أن المترشح الحر عبد المجيد تبون جعل من مطالب ساكنة الولايات الجنوبية أولوية والتزام. كما ينبغي. من جهته مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن الشريف نشط لقاء جواريا وتجمعا شعبيا بولاية تمرس، تابعه محمد برماكي. زيارة المترشح للرئاسيات حسان شريف عبد العالي إلى ولاية تمنغست كانت بدايتها من حي تهجارد الشعبي، حيث فضل الحديث وجها لوجه مع المواطنين قبل ذهابه إلى إلقاء كلمته في تجمع تطرق من خلال إلى أهمية المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا. لا شك أن هذه الولاية ولاية بالعمق الاستراتيجي اللي تكلمت عليه، وهي في الولايات بتشكل خط الدفاع الأول على أمن واستقرار بلادنا، لأن القوى العالمية المشاكل اللي راهي موجودة في دول الجوار ماهيش مشاكل محلية، هي مشاكل عالمية، والدول اللي ترعى الفوضى الخلاقة في الدول المجاورة هي قوى عالمية تريد الشر للمنطقة ككل. هذه المناطق تشكل خزان حقيقي للبلاد من حيث الثروات البشرية والثروات الباطنية والثروات الظاهرية والثروات المعدنية اللي راها موجودة في هذه المنطقة، اللي هي أيضا تشكل أطماع تاع أعدائنا وخصومنا. كاينة مشاكل أخرى هنا متعلقة بالهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال، وهذه الولاية تشكل معبر كبير للمهاجرين غير الشرعيين اللي يجوا من الولايات الجنوبية من الدول الجنوبية، واللي يحبوا يعبروا الشمال ويبقوا هنا، ووجودهم هنا في بعض الأحيان يخلق مشاكل اجتماعية، يخلق مشاكل اقتصادية، مشاكل متعلقة بالصحة، مشاكل متعلقة بتجارة المخدرات، بالتهريب تاع الأسلحة. المفروض هذه الولايات يكون فيها يعني نقل جوي متواصل، سواء عن طريق شركة النقل الجوي الإيراجيري، والله نفتحوا المجال للمستثمرين الخواص أنهم يسمحونا بالتنقل المقايضة، لأن هذه المنطقة مادام تشكل عمق، المواطنين تاعنا عندهم سلع التمور وبعض المنتوجات الفلاحية وبعض المنتوجات نتاع بعض المصنعين اللي تجي من الشمال، نقدروا نحولوها ونقدروا نديروا سوق حرة هنايا للتبادل التجاري بيننا وبين السكان تاع إفريقيا وبين الدول الإفريقية، اللي احنا قادرين هذه الدول نتحكموا فيهم من خلال التجارة تاع المقايضة. في خاتمة كلمته لم يفوت شريف حسان عبد العالي الفرصة للحديث عن مكانة تمنغست في برنامجه التنموي، حيث عرج عن عديد المواضيع كالسياحة والمناجم والمياه باعتبارها رافد من روافد التنمية في هذه المنطقة. مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف وشيش نشط ندوة بمنتدى المجاهد بالعاصمة، حضرها منصور صباح. أكد المترشح للرئاسيات يوسف أوشيش من منتدى المجاهد أن مشروعه يحمل إصلاحات سياسية عميقة برؤية مغايرة من أجل بناء منظومة حكم ناجعة. نسب من خلال مشاركتنا ومن خلال مشروعنا الرئاسي الذي قدمناه للجزائريات والجزائريين إلى تبني إصلاحات سياسية معمقة من خلال عملية توافقية تأسيسية تهدف إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ومتفتح. يتعين علينا جميعا في النهاية وضع أسس لدولة القانون تحترم العدالة والحرية
والحريات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تأسيس وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة على جميع المستويات التي لا يمكن الوصول إليها إلا بإجراء تعديل أو إصلاح معمق للدستور لتكريس الفصل بين السلطات وللحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وأيضا لتقوية صلاحيات المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية لتكريس هذا الفصل وبناء منظومة سياسية متوازنة فيما يخص السلطات، ومنظومة سياسية يمكن أن تكرس مبدأ الرقابة الشعبية وتكرس مبدأ السيادة الشعبية. في مشروعنا السياسي رؤية الذي نقترحه للجزائريات والجزائريين نظام حكم شبه رئاسي ذو توجه برلماني يكرس كل هذه المبادئ التي ذكرتها. هناك الكثير من الإجراءات الأخرى لتكريس اللامركزية وأيضا لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والتي يجب أن تتأتى عن تعديل الدستور وعن تعديل الكثير من القوانين. وفي الشق الاجتماعي، تعهد أوشيش في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بإرساء منظومة صحية عصرية تستجيب لانشغالات وتطلعات المواطنين. أسبوعان كاملان من عمر الحملة الانتخابية ينقضيان، وسباق كسب ثقة الناخبين بين المترشحين الثلاثة وممثليهم متواصل من خلال تجمعات شعبية ولقاءات جوارية استعرضوا فيها الخطوط العريضة لبرامجهم، خطابات انتخابية على اختلافها تجمع على أهمية المشاركة بقوة في الاستحقاق رئاسي الهم. خالد حجيلالي. أسبوعان كاملان من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل ينقضيان، ليدخل المترشحون الثلاثة وممثلوهم في سباق مع الزمن لتعميق الشروحات حول برامجهم الانتخابية وطرح التصورات والحلول التي تستجيب لتطلعات وانشغالات مختلف شرائح المجتمع وفي مختلف المجالات والقطاعات خلال تجمعاتهم ولقاءاتهم الجوارية بهدف إقناع الناخبين. أسبوعان من الحملة شكلت فيها ثنائية المواطن والتنمية العنوان العريض لخطابات المترشحين الذين جالوا ووصلوا مختلف ربوع الوطن في لقاءات مباشرة مع المواطنين الذين لم تمنحهم حرارة أجواء الصيف من الاهتمام بمجريات الحملة الانتخابية والفعل السياسي في البلاد، حيث أبانوا وعيا كبيرا بالمسؤولية تجاه الوطن وحسا عاليا من المواطنة لأداء الواجب الانتخابي لتسقط أمام الحضور الكثيف للمواطنين لمختلف التجمعات واللقاءات حجج المثبطين وادعاءات زارعي اليأس. أسبوعان من الحملة سارت أطوارها رغم احتدام التنافس بين المترشحين في جو من الهدوء والسكينة واحترام النصوص والقوانين المنظمة للعملية، ما يعكس نضج التجربة الديمقراطية في البلاد ووعي الشعب بحجم المسؤولية والتحديات التي تواجه الوطن. أسبوعان من الحملة رافع فيها المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش على أهمية إرساء نظام اقتصادي متوازن يمنح للكفاءات فرصة المبادرة والاستثمار، فيما تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون بحزمة جديدة من المكاسب الاجتماعية ومواصلة دعم الشباب وترقية أدوارهم ضمن مسار بناء اقتصاد وطني قوي وعصري. أما المترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف فقد دافع عن ضرورة التوازن الإقليمي في البرامج التنموية خاصة في المناطق الحدودية والجنوب الكبير. لم يتبقى من عمر الحملة الانتخابية سوى أسبوع واحد سيرفع فيه المترشحون سقف المرافعة عن برامجهم، والكلمة الفصل في الأخير في يد المواطن الذي ينتظر منه المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
تراس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهيكلة في قطاع المناجم التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لتثمين الموارد المنجمية الوطنية، وخاصة الخطوات المحققة لتجسيد مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة من أجل ضمان دخوله حيز الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول استكمال القانون الذي حدد القواعد العامة للصفقات العمومية والتي تندرج في إطار تجسيد عملية الإصلاح الشامل لحوكمة المالية العمومية. كما تناولت الحكومة التدابير المتعلقة بالتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، لا سيما بالنسبة للجوانب البيداغوجية والمادية ذات العلاقة بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسواق المحلية من حيث وفرة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق المتأثرة بالشح المائي، مع الحرص على تحقيق وتيرة إنجاز من شأنها السماح بتأمين وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة السكان. ومن جهة أخرى، استعرضت الحكومة مختلف التدابير المتخذة من قبل المؤسسة العمومية للنقل البحري للمسافرين لضمان عودة أبناء الجالية الوطنية في أحسن الظروف بمناسبة انتهاء موسم الاصطياف. في التعاون، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم اتصالا هاتفيا من الوزير الليبي المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا شقيقة طاهر البعور، الذي عبر عن بالغ امتنانه وخالص تقديره نظير الموقف المشرف الذي رفعت من أجله الجزائر خلال اجتماع مجلس الأمن الأممي الأخير حول الأوضاع في ليبيا، مثمنا صواب ووضوح وثبات موقف الجزائر الداعم للشعب الليبي والمساند لتطلعاته المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار في كنف الوحدة الوطنية، موقف قائم على حل الأزمة الليبية عبر مسار ليبي ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة. على ضوء مقاربة تضمن العدالة التنموية، تعيش مختلف ولايات الوطن على وقع ورشات كبرى تعمل بنظام المناوبات لاستكمال الإنجازات في أجالها المحددة. روبورتاج ثمينة اليوم يسلط الضوء على مشروع ازدواجية وعصرنة وتصحيح مسار خط السكة الحديدية المنجمي عنابة بلاد الحدبة في شطره المار ببوشقوف بولاية قلمة. وتيرة الإنجاز متسارعة، مكسب تنموي هام للبلاد يعكس التطور الحاصل في كل القطاعات، يقول زكريا تهامي. وتيرة متسارعة تعرفها أشغال ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي للسكة الحديدية في شطره المار بإقليم ولاية قلمة على مسافة 54 كيلومتر، والعينة بالممر العلوي ببلدية واد فراغة الذي سيمكن ساكنة حي إبراهيمية من التنقل بأريحية تامة، متفادين خطر مرور القطار على تقاطعات الطريق للراجلين والراكبين على حد سواء. بالنسبة للقرية تاعنا راه مشروع مليح، كنا أولادنا كانوا يقطعوا على الراية، احنا كنا ديما في خطر البلاصه هذه ماتوا فيها 4 ولا 5 قبل. درك هذا المحاول ان شاء الله يرجع بالفائده على المنطقه، ويرجع بالفائده على الدوله، ويرجع بالفائده على البلديه. وليداتنا نخافوا عليهم من الترا ومن الاخر، درك كي يديروا لنا هذا البان هذا ان شاء الله بربي ينحي علينا مشاكل كبيره. رانا في ورشه انجاز المنشاه الفنيه في النقل كل 100 كيلومتريه 53 زائد 100 و150، وهذا ممر علوي لتفادي نقاط التقاطع، طريق المؤدي إلى الحي إبراهيمية والطريق الولائي رقم 126. حشد جميع الوسائل المادية والبشرية وإزالة مختلف العراقيل والوعي بأهمية هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي نقاط ساهمت في تحقيق التقدم المنشود في إنجاز الشق الرابط بين بوشقوف وبلدية شيحاني بحدود ولاية الطرف. هذا المشروع يأتي للرفع من قدرة الخط المنجمي الحالي
حيث ستكون قدرته حوالي 13.5 مليون طن بارابور للخط الحالي اللي راي قدرته 3 مليون طن. المشروع في ولاية قالمة يمتد على مسافة 54 كيلومتر. أشغال الجسور راهي جارية، بلوس عندنا أشغال تاع 3 أنفاق بلوس 2 ترونشي كوفيرت. حاليا تم الانتهاء من أشغال فتح الرواق على طول 14 كيلومتر، في حين أشغال التسطيحات راهي بلغت نسبة معتبرة تقدر بحوالي 36%. أما بالنسبة للمنشآت الفنية المرافقة لهذا المقطع فإن الأشغال جارية لإنجاز نفق بطول حوالي 1 كيلومتر على 3 مقاطع بنسبة 22%، كذلك هو الحال بالنسبة لأشغال الحفر بمدخل ومخرج النفق. العمل بنظام التناوب، الجدية واحترافية السواعد الجزائرية عوامل صنعت الفارق في تقدم الأشغال الكبرى للمشروع. عملية حفر الأنفاق تسري بوتيرة جد عالية، احنا رانا نخدمه بسيستام طرواويت، يعني عمل ليلي وعمل في النهار، وين خلانا نافونسيو الى اختراق نفق بمسافة 100 متر في هذا الشهر. خط السكة الحديدية المنجمي عنا ببلد الحدبة مشروع حيوي ببعد تنموي سيعود على البلاد والعباد بالفائدة الاقتصادية بمجرد دخوله حيز الخدمة. والطريق الاجتنابي لمدينة ولا جلال مشروع حيوي آخر لطالما كان مطلبا ملحا للساكنة، يتجسد اليوم ميدانيا بنسبة إنجاز ناهزت 70%، من شأنه فك الخناق المروري عن المدينة. التفاصيل في هذا الروبورتاج لمريم بن عبد الرحمن. مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة ولا جلال واحد من المشاريع المهمة لدى ساكنة المنطقة، خاصة وأنه يربط الطريق الوطني رقم 46 بالطريق الوطني رقم 116. نسبة الأشغال به بلغت 70%، وعند استكماله سيفك الكثير من الخناق المروري على المدينة. الطريق الاجتنابي هذه اللي داروها تاع الدخلة تاع ولاد جلال مليحة، تخص الطريق الاجتنابي كنت تخرج للدوسن ما تدخلش للدوسن، جي حاجة أحسن. ثاني تاع سيدي خالد هذه طريق اجتنابي مليح، هذا تنقص كبر مو على ولاد جلال. احنا دروك ساعه ونجيو من نروحو سيدي خالد، جاتنا منا قريبه، نفتحوا لنا الطريق هذه جاتنا قريبه. كنا ندخلوا على ولاد جلال من هيه ونجو نص ساعه ولا ساعه غف السركلاسي، وهذاك دروك واش قول كي درت الطريق هذه فتحت لنا الازمه. مدام راه بوسعاده الشعيبه سيده ولاد جلال منه وتجي عايبه برا، فوالا مشروع رايح هذا واش مهم. مشروع آخر لا يقل أهمية قيد الإنجاز لفك العزلة يربط بين منطقتي حاسي سيدا والشعيبة على مسافة 39 كيلومتر. القنطرة هذه زينة، مالفين احنا يا صاحب القرية كيجي الواد الأولاد اللي من هيه اللي يسكنوا من هيه في الدوار اللي من هيه ما يقدروش يقطعوا. النفاع تاعنا في هذا الطريق من ناحية المدرسة ومن ناحية الجامع من ناحية كلش نحشة زينة، هذه اللي كنا نحوسوا أنا عدة سنوات كبيرة كانوا يحوسوا أنا هاي صلحت إن شاء الله. الطريق الاجتنابي لولاية ولاد جلال واللي فيه 3 حصص، حصتين للطرق وحصة لإنجاز جسر بمبلغ 90 مليار سنتيم، كذلك استفادت من عدة مشاريع أخرى متمثلة في صيانة الطرق الولائية بمبلغ 43 مليار، كذلك الإنجاز المشروع اللي رانا واقفين فيه الآن وهو مشروع إنجاز جسر على واد حاسي سيدا. مشاريع عديدة قيد الإنجاز جعلت من ولاد جلال ورشة مفتوحة، والهدف ضمان تنمية محلية مستدامة. مشاريع قاعدية مهيكلة بولاد جلال وأخرى حيوية بولاية جانة التي انتعشت بها القصور والقرى بعد الاستفادة من مكاسب هامة أبرزها شبكة الطرقات بل شرايين وتجارة والتنمية، مكاسب أثبتت نجاعة التقسيم الإداري الجديد الذي ارتقت بموجبه جانة الحدودية إلى ولاية كاملة الصلاحيات. حنان بوري. ترقية جانة إلى ولاية كاملة الصلاحية كان اللحظة الفارقة في المسار التنموي لعاصمة التاسيلي، وتحقق قطاعات متنوعة مكاسب مهمة لساكنة المنطقة.
الطريق شريان حياة عزز نبض التنمية في هذه الولاية بشبكة قوامها 2300 كيلومتر من الطرق الوطنية والولائية والبلدية. مصالح الأشغال العمومية تحرص على استكمال أشطر مهمة منها. معايير الإنجاز والمواد مكيفة حسب طبيعة ومناخ المنطقة. طرق رانا نشوفوا فيها الصيانة دورية من الشركة نتاع لوس هاديك، والطرقات كاين طريق ازدواجي طريق المطار راهم يخدموا فيه، مازال ما كملش 100%، مي راهم يخدموا. كاينه تحسن ما خير من قبل. انت خاصهم داروا زوج طرقان قبل، كاين طريق واحد ومن بعد زادوا طريق الثاني، الحركه تكون ماشيه ما تغطلش. إلى أقاصي الجنوب الشرقي يد التطوير والتغيير امتدت وفق استراتيجية تنموية اقتصادية واجتماعية. قد تكون الكثافة النقلية في هذا الطريق ضئيلة أو منعدمة، ولكن الدولة ضخت استثمارات مهمة في هذه الطرق المؤدية إلى أقصى الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر وتصل إلى غاية دولتي ليبيا والنيجر. يحق للجزائريين وخاصة الساكنين منهم في هذه المنطقة بأن يفتخروا بما استثمرته الدولة لإرساء بنية تحتية ذات جودة مثل هذه تمتد إلى آخر نقطة من ترابنا. المناطق الحدودية لم تعد تشكو العزلة ولا نقص التموين ولا صعوبة المسالك التي عانى منها السائقون من قبل لإيصال المؤن. احنا بكري نجيبوا كل شيء بالبراشمة على الحمير خشب. نحن كل شيء يجونا هنا ما نحس والو، لوغاز يمشي، الخضره تمشي، كل شيء يمشي. طريق مليحه من حتى الحداده مريقله من جيت جانات ثاني مليحه، طبط الطريق هذه من النيجر ثاني مليحه حتى لطمرست، الدين لطمرست ومن الحدود تاع النيجر ما بين النيجر وليبيا. نفتخروا بالدوله تاعنا وتوجور الدوله تاعنا. قطاع الفلاحه في جانات يشهد ثوره حقيقيه. اليوم خصت كولاية كاملة الصلاحية بتدابير وتسهيلات وتحفيزات يمنحها القطاع لكل من يريد الاستثمار فيها. المزارعون يقبلون اليوم على خدمة الأرض محفزين بتهيئة المحيطات الفلاحية بالكهرباء، مع الاستفادة أيضا من تراخيص جماعية لاستغلال الآبار الجوفية. نبغي جنان مساحة نتاع زوج هكتار، درت طلب للفلاحة، الفلاحة وافقت لي على الطلب وعطتني الأرض هذه. ودار لنا فراج كوليكتيف سخي وبسان، وبديت نزرع فيها نخيل، رمان، قارس، كشينة، كل شيء صلح ما إن شاء الله. جانات كغيرها من ولاية الجمهورية تسعى لتوفير سكن لائق يضمن للمواطن الكرامة. حصص سكنية بصيغة متنوعة كانت كفيلة بتغيير حياة الكثيرين وإدخال الفرحة إلى قلوب لا تعرف اليأس ما دامت الدولة قائمة على توفير شروط الحياة اللائقة بالجزائريين. استفدت السكنة ما شاء الله، الله يكثر خير الدولة، ربي يحفظهم إن شاء الله وربي يحفظ بلادنا أولا الجزائر. ما عجبتني السكنة ما شاء الله ما شاء الله. دينا سكنة مليحة واسعة، هاي كيما تشوفوا الصاله، صال ديبا، كوزينه، وزيد مازال عندها سطح، والحمد لله ثم معولين تزوجوا وهذا هو، لقينا سكنه مساعدتنا. تاتي الخدمات الصحيه كشرط اساس لراحه ساكنه جانات. مستشفى إفري اهم المؤسسات الصحيه في الولايه، اليوم هو يوفر 27 تخصصا من اصل 38 الموجوده في الجزائر. المصالح تتوفر على التجهيزات لضمان تكفل صحي نوعي وفوري. باش نروحوا الإليزي ولا الورقلة ولا الجزائر، صح لقينا التخصصات تاعنا راهم هنايا وراهم متكفلين بينا. السكانير راه متوفر الحمد لله، لابوراتوار ثاني أكثر تحاليل لابريبار كل كاينين معناه. جانات بين الدائرة التابعة لولاية إليزي والولاية الكاملة الصلاحية أثبتت في فترة وجيزة بأن إعادة النظر في التقسيم الإداري والإقليمي كفيل بإحداث تغيير حقيقي في المسار التنموي. ولأن المواطن وعيشه الكريم أولوية تتواصل عبر الوطن، عملية الربط بالشبكات الحيوية والوقفة اليوم عند قرى ومشاتي بلديتي إسماعيل وبجاية، حيث تم ربط 1600 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي. نتابع مع عزوز هوري. ما كان بالأمس حلما في قرى تيزي الخميس بالعطاف ثلاثة ومداشر جبلية أخرى أصبح اليوم حقيقة في أعالي بلدية إسماعيل بدرقينة،
بعد وضع شبكة الربط بالغاز الطبيعي حيز الخدمة. نساعد دائما بيريود ثوار مليح يلوث فالي لا وغبار لا كلش الغاز يوعر باش يدي الحق يبعث دول الحمد لله. اللي جا الغاز دو فيل كما يقولوا احنا حلم يتحقق. غاز دو فيل قتال عطاش تناكي باش كذا تقدر تصمت هاد فليك كثلا من 2 متر 2 متر 50 تاعكم تكاس ان شاء الله في بوتاين دينا اللي نتقرن ان شاء الله الغاز قشتوا ذي نحمو ذي نتهني وصمات. فرحة تقاسمها أيضا ساكنة قرية أمطيق انتفاث بمدينة بجاية لتشمل بذلك عملية الربط بهذه المادة الحيوية 1600 عائلة. شتوا تصعدين تصحابوا أمطيق انتفاث مشي تكرم معزي شتوا نسن تصعب مليح يباتوا راي وتدرب حنسنا روخان لن لعب المدة السنبة ذير ولا بقايث هذير ولينا كنكوز مرغارة حفت قرانت الغاز ديكره دي خدمنا ديكره دي حفت قرانت الغاز الحمد لله ثورة السيئة مثلا شعر الغاز ذا ورنو من بلدية أيت سماعين دائرة الدرقينة هنا وضعنا حيز الخدمة لأكثر من 1000 مسكن على مستوى هذه المنطقة النائية. النقطة اللي رانا فيها ضرب في أمطيق بلدية بجاية وين وضعنا حيز الخدمة لأكثر من 600 مسكن لهذه القرية وهذا السكان هذو اللي زادوا ليكستنسيون تاع هذه القرية هذه أكثر من 600 مواطن شفنا فرحة عارمة لدى المواطنين بهذا الإنجاز العظيم تاع الدولة في هذه المناطق النائية اللي استفدت بالغاز الطبيعي. بذلك نسبة التغطية بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية بجاية تكون قد تخطت معدل 73.5% على أن تشمل عملية الربط مناطق أخرى قبل نهاية السنة. نفس تنموي جديد وتوجه اقتصادي قوي قائم على الاستثمار في المورد البشري داعم للفكرة والابتكار والمؤسسات الناشئة. وضمن هذا المسار يواصل الوفد الجزائري بكوريا الجنوبية دورته التكوينية الميدانية لصقل المعارف والنهل من الخبرة الكورية وكذا التفاعل مع آخر التكنولوجيات والتقنيات المتطورة بكبرى حاضنات الأعمال والمؤسسات الصناعية. مبعوثة التلفزيون إلى كوريا الجنوبية صابرينا تفرقنيت. الجزائر تتبنى رؤية جديدة للقضاء على البطالة وتعزيز سوق العمل عبر دعم المؤسسات الناشئة مستلهمة من نجاح كوريا الجنوبية والتي تحولت إلى قوة اقتصادية بفضل دعمها اللامحدود للشباب. لماذا كوريا؟ لأن كوريا أولا تعتبر من أهم شركاء مع الجزائر، ثانيا كوريا هي من رواد البلدان الرائدة في عالم الابتكار والتكنولوجيا. استهل البرنامج بزيارة المركز سول ستارت اب هوب كونغدوك فرصة للتفاعل مع الخبراء حيث عرض الوفد مشاريعهم الناشئة واستكشفوا إمكانيات التعاون المشترك مع النظير الكوري. المحطة الثانية من هذا البرنامج لقاء مع الرئيس التنفيذي للمسرع آي ميكر بيس مركز وائد للابتكار وريادة الأعمال لصانعي الأجهزة من جميع أنحاء العالم. تم أيضا مناقشة فرص التعاون بين الجزائر وكوريا في إطار مشاريع مشتركة وبرامج تعاونية حيث تعد هذه المبادرات خطوة هامة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين. نحن نستثمر في جنوب شرق آسيا لكننا نرى إمكانيات كبيرة في إفريقيا خاصة في الجزائر بسبب وجود العديد من أوجه التشابه لا سيما دعمها المستمر للطلاب. آي ميكر بيز المتخصصة في تحويل يعني الافكار الى نماذج، هذيك النماذج لي بروتوتيب اللي يعني بعد ذلك تمر بمرحله الفاليديشن ثم تطرح الى السوق. يعني هنا كان لنا حديث مع الرئيس التنفيذي لهذا الحاضنه وين ناقشنا امكانيه انه تكون هناك شراكات تسمح لشركه الناشئه الجزائريه بانها تنتقل الى يعني حاضنه الاي ميكر بيز. ما سيساعدني يعني في هذا البرنامج هو انني نقوم بربط اتصالات لتسهيل او لايجاد حلول لمؤسساتنا لكي تنمو اكثر، ولما لا هو تبادل الأسواق بين السوق الجزائري والسوق الكوري. لولا هذه التجربة ما كنت أنا يوم تخيلت نفسي أني راح ألتقي بأشخاص في نفس الميدان وفي نفس تخصصي اللي راح يعاونوني.
شباب والجزائر بطموح لا يعرف الحدود ينطلقون نحو العالم عبر برنامج آساب لكسب خبرات مميزة وإعادتها إلى الوطن لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة المبتدة من 21 إلى 27 أوت الجاري العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للتصدي لآفة التجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 41 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 10 قناطير وثمانية 30 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 69 كيلوغراما و 515 غراما من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى 486,524 قرصا مهلوسا. وبكل من تمرست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 506 أشخاص وضبطت 19 مركبة و 118 مولدا كهربائيا 42 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات كانت تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 15 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد ومسدسين آليين و 69,200 لتر من الوقود، بالإضافة إلى أزيد من 34 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. ومن جهة أخرى تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ80 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 873 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. جددت الجزائر اليوم دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة محذرة من انزلاق الوضع في الشرق الأوسط، وأعرب السفير ممثل الجزائر الدائم المساعد نسيم قواوي في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وسوريا، أعرب عن ترحيب الجزائر بالمصادقة على قرار تجديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة بلبنان اليونيفيل، داعيا إلى وقف الاعتداءات الصهيونية المستمرة على لبنان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة كشرط لتحقيق الأمن بالمنطقة. تعرب الجزائر عن ارتياحها لاعتماد القرار بالإجماع، ما يوضح أهمية قوات اليونيفيل ووحدة المجلس في الدعوة ودعم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 بكل جزئياته، حيث صوتت بلادي لصالح النص المعتمد اليوم لدور هذه القوات في ضمان الأمن والسلم ليس بلبنان فقط وإنما في الشرق الأوسط برمته، في وقت تمر المنطقة بظرف حساس وخطير نتيجة العدوان الغاشم للمحتل الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تجدد بلادي الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة وتشدد على الترابط بين أزمات المنطقة وأن تفادي انزلاقها نحو نزاع إقليمي يمر حتما بوقف آلة القتل الهمجي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وفي أخير مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، ارتقى أزيد من 50 شهيدا وأصيب المئات في قصف صهيوني مسعور على قطاع غزة منذ الساعات الأولى لنهار اليوم، فيما تشهد وظيفة الغربية تصعيدا خطيرا واشتباكات عنيفة خلفت استشهاد 11 فلسطينيا. مراسل التلفزيون من غزة وسام أبو زيد. تتلبد في سماء غزة كالغربان وهكذا تلقي بحممها فوق رؤوس الآمنين خلال نزوحهم أو هم نيام،
وهذا ما جرى في مدينة خان يونس ليلا عندما توغلت دبابات الاحتلال لمناطق سكنية وأجبرت آلاف الفلسطينيين على النزوح القسري، وبات الفلسطينيون يبحثون عن أماكن تؤويهم، وبقيت قذائف المدفعية تلاحقهم على الأرض لساعات طويلة. خشوا اليهود اشتياء على المنطقة جزان النجار من فوق، وكل المنطقة رحلت هناك، وقتل يمكن بيجي 50 واحد 60 واحد. في شهداء 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 وصابات كثير، وكلهم أطفال ونساء ماشيين في الشوارع، زي هيك طلع كلنا ماشيين في الشوارع، وفي دارين ضربوهم، لا دار الشاعر ولا دار الجنن. ضربات الليل لا تقل حدة عما تحدثه آلة الاحتلال العسكري نهارا، والنتيجة حتمية، استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء ومقعدون كانوا بالقرب من مدرسة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى استشهاد 2 من الصحفيين، ما رفع حصيلة الضحايا من الزملاء إلى 172 صحفيا منذ بدء العدوان. هذا الاستهداف ليس الأول ولن يكون الأخير، الاستهدافات كانت متعمدة بهدف قتل الحقيقة وعدم نقل الصورة. هذا الاستهداف يجب أن يكون هناك موقف دولي وفق القانون الدولي للإنسان الذي وضعه بحق حرية الرأي والتعبير. فالاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل ويدمر في غزة هو نفسه من أعلن صباحا عن عملية عسكرية موسعة تستهدف مدينة جنين وطول كرم وطوباس شمال الضفة الغربية، وحاصر المستشفيات والطواقم الطبية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين أيضا، داعيا إلى نزوح السكان من بعض المناطق خلال ساعات، وهو ما جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يقطع زيارته والعودة إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة آخر التطورات والمستجدات. معنا اللي بيصير في مع أهلنا في الضفة الغربية في مخيم نور شمس يعني إشي مؤسف جدا. إحنا ذقنا المرار هذا، وذقنا التهجير من مكان لمكان، من الشمال لرفح لخان يونس، إشي بخوف، إشي متعب، إشي مزعج، وإحنا بنتمناش إنه يصير في أهلنا في الضفة وفي مخيم نور شمس الإشي هذا. فالاحتلال الإسرائيلي الذي يقطع التواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية هو نفسه العامل المشترك الذي يقتل ويدمر وينكل بالشعب الفلسطيني الذي تجمعه وحدة الدم والمصير. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. والمعاناة اليومية لأهلنا في غزة يوثقها الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد مهنا باستخدام بقايا علب المساعدات الإنسانية، ومادته في ذلك فحم يترك أثره رسما معبرا على هذه المخلفات. اسمها سلطان. معاناة وظروف إنسانية قاسية يعيشها الفلسطينيون جراء ويلات الحصار والعدوان الصهيوني. أحمد مهنا شاب فلسطيني غزاوي اختار الفن للتعبير عن وجعه، فاستخدم أنامله أداة لإيصال رسالته. الحرب أعطتني دافع كبير أشتغل، وصار في عندي تغذية بصرية، إنه كل يوم أنا صرت أشوف مشاهد الحرب سواء على التلفزيون سواء على الإنترنت سواء المشاهد اللي بشوفها أنا بعيني بشكل يومي. أحمد الفنان المبدع لم يجد سوى الفحم وكراتين المساعدات الإنسانية رغم قلتها، فحولها إلى مواد للإبداع، وثقت وقائع عاشها مع كل فلسطيني خلال العدوان الصهيوني، من معاناة للأطفال بحثاً عن ما يروي ظمأهم، وجوع يسعون لإيجاد لقمة عيش، وأوجاع تعيشها غزة في يومياتها. كل رب أسرة بده يعمل كل يوم الصباح كيف يأمن أولاده بالمية، هذه أكبر طامة يعني إحنا بنعاني منها، قصة المية. فهذه أنا في مشاهد بصرية كل يوم بتصير قدام عيني، فأنا تلقائيا كل يوم بتلاقي عندي قدامي لوحة وشوية فحم، فبصير أنا أرسم المشاهد اللي أنا بشوفها كل يوم. الإشي كان فيه فلسفة نوعا ما، فيه فلسفة فنية، إنه هدول الكراتين أو السلة الغذائية هذه ما شفناهاش إلا في الحرب، وارتسم عليها مشاهد برضو مشاهد يومية من اللي احنا بنشوفها في الحرب. أثار العدوان الصهيوني تلاحق الفلسطينيين في يومياتهم وتتجسد في رسومات أحمد، فمن رحم المعاناة تولد لوحات فنية تجسد واقعاً أليماً آل إليه أصحاب الأرض، يحمل رسائل للعالم الساكت عن الحق. وصلنا الختام مشاهدينا للتذكير بعناوين نشاطنا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتقدم بتمنياته بالتوفيق للنخبة الرياضية الوطنية المشاركة في الطبعة 17 للألعاب البارالمبية بباريس.
أسبوعان من الحملة الانتخابية، استعراض للبرامج في التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، دعوات للمشاركة القوية، وضمن الخطابات الانتخابية تركيز على ثنائية المواطن والتنمية. ومتابعة للمشاريع الكبرى، تقدم في أشغال مشروع ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي للسكة الحديدية بجالما. وبولاد جلال وتيرة متسارعة لاستكمال إنجاز المنشآت الفنية القاعدية بالطريق الاجتنابي الولائي. ضمن الجهد التنموي، وقفنا عند الوجه التنموي الجديد لجانت بعد ترقيتها ولاية كاملة الصلاحيات. وقرى ومشاتي بجاية تستفيد من الربط بالغاز الطبيعي. المؤسسة الجزائرية الناشئة تنهل من خبرة كبرى حاضنات الأعمال بكوريا الجنوبية. ووقفت على آخر التقنيات والتكنولوجيات المبتكرة. في أخبارنا الدولية، تابعنا حرب إبادة متواصلة على غزة، وتصعيد خطير بالضفة الغربية. ومن مجلس الأمن، الجزائر تحذر من التداعيات الخطيرة للعدوان الصهيوني على منطقة الشرق الأوسط. شكرا لكم مشاهدينا، تحياتي وتحيات كل الفريق الذي كان في خدمتكم. سلام الله عليكم.